طيب إذا كان ذكر معي الصبورة عندنا، غنبدأ لكم بأسهل تمرين. نفس الشيء، نهار الوطني ماشي غتبدأ من الأول، ماشي غتبدأ بالتمرين الأول اللي كيعطيوك، لا غتبدأ بالتمرين اللي غيجيك ساهل. كيف ما دابا أنا غندير، أنا غنبدأ بهذا التمرين. لاحظوا عاطينكم اختيارات A B C D E Express an opinion، المهم بي راكم هادشي كلشي شايفينه قدامكم. وهنا عاطينكم واحد المجموعه من الجمل، انا ما غنكتبهمش، غنطابيهم لكم واحده بواحده. السؤال شنو هو؟ هو ماتش، يعني اصل بسهم. اوكي، كيعطيوك هنا الجمله وتيقول لك صلها بسهم مع الوظيفه الصحيحه. نعم خيبي. فشوفوا الجمله الاولى هي اوكي Could you help me with my luggage? أنا غنكتبها، أنا دابا كنكتبها please، علامة استفهام وهذا، تفضلوا. هذه رقم واحد. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا قلت هذه رقم واحد. إذا هذه الجملة اللي كتشوفوا شنو هي الوظيفة اللي كتولمها؟ مرحبا سالفت، زيد يلا كلشي شارك معنا، وما تاثروش بالاجوبه ديال بعضياتكم، يعني ما تقولش فقط هذا حيت كتب السي حتى انا غنجي غنكتب السي. نو وي وي اوف كورس فاتين، الله عاودي. تري بيان، شنو اللي خلاكم تقولوا لي بان نمبر 1 هي السي؟ غنجي لهنا وغنكتب الفار، غنكتب سي نمبر 1 مع سي. الجملة فيها could you، شي لعيبة. طبعا عملنا نمبر 1 مع سي ريكويست لأنه عندي could you. تخي بيان، صافي جاتكم مزيانة ياك، ياك زوينة ولا ماشي زوينة؟ نمر معاكم للجملة الثانية، وما تقولوش ليا هادي حتى شي واحد ما غيخدمها نهار الوطني، لأن impossible. So الجملة الثانية كتقول I'm terribly sorry for this mess I've made in the kitchen. نقطة I've made in the kitchen. تفضلوا. إذا الجملة كيف ما كتشوفوها Yes. عليكم هي الابولوجايز، مرحبا حلويات ام ساره. فهي رقم او حرف بي، غنجي لهنا وغنعمل بي. علاش قلتوا لي نمبر 2 هي ابولوجايزين؟ لان سيمبلي عندي شنو ام تيريبلي سوري، terribly sorry، يعني آسفة أو آسف جدا جدا. كنعتذر على المس، المس هي الروينة، الروينة اللي درت. أوكي in the kitchen، في الكوزينة. تري بيان، نمر الآن إلى رقم ثلاثة. هنا غاتيستي، شوف في هاد اللايف غاتيستي راسك واش ناضي ولا ماشي ناضي، ولكن غالبا غتقول اه راك انت ناضي. So for me hard work always pays off in the end. هذه الجملة الثالثة.
يلا برافو عليك نيو لايف. وي كنخلي لايف الشالي، لا كنخليه تخي بيان. سو غنجيو لهنا غنكتبو ليهم رقم 3 هي قلتو ليا A، هي A. إذا واحد سي، جوج بي، ثلاثة A. علاش؟ لأن عندي for me، بالنسبة إلي، بالنسبة إلي. يلا دوزوا معايا الجملة الرابعة الله يخليكم. I definitely share your opinion on this problem. شوفوا يلا So I definitely share. كنعرفو share هي partage. إذا كنشاركك your opinion. طب برافو الجواب الصحيح هو agreeing. إذا number four هو agreeing. غنجي غنكتب a. علاش؟ لأن عندي عبارة I definitely share your opinion. So, كي جاكم هذا التمرين؟ ناخذ التمرين هذا، شوفوه معايا، شفتوه؟ جي كاتب لهم سؤال complete the following exchanges. المهم كمل complete يعني أكمل الحوارات الآتية. شوف الصورة دابا. رقم واحد، عطاهم واحد الصورة، واحد البنت بحال هكذا كتقول could you lend me some money please. علامة استفهام وعاطي لك انت واحد الفراغ بحال هكا سيري ولا انت ملأها ملأها ب شنو غتقول لها؟ يلا جاوبوني يلا زيد تخي بيان. هذا عام 2017. So تخي بيان. So كاين اللي قال لك sorry I don't have. مزيان برافو. كاين اللي قال لك yes of course. مزيان تخي بيان. I have no money. برافو عليك أشرف. صافا تقول لها في الاول تقول لها سوري عاد تكمل with pleasure good yes of course no problem très bien with yes with pleasure of course برافو. فردوس حنا خدامين في الوطني بقاي معنا باش تفهمي. I can yes so مزيان
برافو. اذا غنكتبوا هذيك تاعكم. يس اوف كورس. ابسط حاجه تقدر تكتب هي يس اوف كورس. كي اللي غيقول لك هاو ماتش دو يو وونت، شحال بغيت؟ هي قالت سام ماني. اوكي، ولا نقولوا مثلا هير يو ار، هير يو ار، تفضل خذ. اوكي، هير يو ار، احتفظوا بها، كنصحكم تحتفظوا بها. هوليوود كنت على واش انت هي حفصة؟ صافي مزيان. وي اشرف، تري بيان. ام بروك، سوري ام بروك. نمر الان للجمله المواليه. اوكي هوليوود، كل مره جيب لنا بلان في شكل ياك. نمر الان الى جمله مواليه رقم زوج في هذا التمرين. نيت اعطاهم فراغ واعطاوهم بحال هكذا. شوفوا معايا، هنا I'm so sorry، I'll get you another one، another one. هنا اعطاهم صورة سيرفور، سيرفور اللي تيكون في الريستو ولا في الكافي. هنا سيرفور. اوكي، هذاك اللي تيكون في الريستو كيجيب لك الماكلة. يلا هنا شنو غتكتب؟ قال لك I'm so sorry I'll get you another one. هنا شنو غتكتب انت باش هو غيقول لك؟ وهنا بلاتي راه عطيتكم صوره. شوف شوف تعرفوا تشوفوها، شوفوا شوفوها شوها. شفتوها؟ ياك شفتوها ياك؟ تخيلوا صافي. برافو، كاين أجوبة زوينة هنا. مثلا قال لك I wanna complain about the food here. It's very bad. Très bien, les joies. Yusha, there is something on my cup. Bravo. Glass of water. No, 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 no. Mishi, you have a harira. But you can see the jawab ديال المراد. You have a green tea. This, please give me another one. Très bien. Okay, Shima. Zi, شنو آخر? The coffee. Isn't the one I want. Bravo Miriam. It's so sweet. The pizza, it's burnt. Bravo Lim. To make this food is very bad. I'm sorry to say that, but there is so bravo alaikum. So kin afka zwina. This meal. I'm sorry to bother you, the coffee is gone. Bravo, ناخذ تاع اسماعيل. فاسماعيل قال لنا I'm sorry to say this. لاحظوا بلي هنا كيتكلموا لنا على درس تاع الكومبلاينين، يعني الشكوى، انك تشكي. نفترضوا ان القهوه جاتك بارده، تقول I'm sorry to say this. I'm sorry to say this. But this coffee is cold. Point. I'm
I'm sorry, I'm so sorry, I'll get you another one. يعني غنعاود نجيب لك واحد اخر. واخا ما نفهموش هادي غيبان لك من الصورة اللي وريتكم غيبان لك. اوكي فاطمة مزيان، ولكن حددي البروبليم ديالك شنو هو. تخي بيان، سو كي جاكم هاد التمرين بطاطا ولا ماشي بطاطا؟ قولوا لي لو بصلة. كول يعني باردة. هاك فمي العقل ناتيشا. But I don't like your coffee because it's called très bien بكر. بنانا دنجال. وعندكم مع الخضرة ما تسحبش ليا. très bien. So أستاذة نقولو كوفي ولا ديس كوفي؟ بحال ماشي مشكل، ديس كوفي تاهي مزيان. إذا التمرين كيفاش جاكم؟ ساهل ولا ماشي ساهل؟ هانتوما لحد الآن غتكونو ضمنتو 4 على 40، يعني 2 على 20. نمرر معاكم الآن التمرين المواري. هانتوما التمرين كيقول correct the underlying mistakes. هذا التمرين أ. So correct the underlined mistakes. ملي تشوف انت mistake او errors او errors يعني صحح الاخطاء. الجملة طبعا غنختار الجملة اللي داخلة في الاطار المرجعي. عندنا هاد الجملة هادي. A new president is electing. ومسطرين لك على is electing every 5 years. بوان. شنو المشكل؟ اذا الخطا عطاوه لك، قالوا لك هذا هو الخطا فانت صحوا لي. يلا زيد. اش غنصحو فيه؟ عندك خطأ مسطرين لك عليه، انت صحيح. الله نشوف شنو كتبتو. Is being elected, elected is elected, was elected. برافو عليك ياسين، برافو ياسين تيتي. برافو عليك بوبكر. فبما انه عندي every 5 years، حنا كنتكلموا على present simple. وقت ما تشوفوا هاد every كتعرفوا بلي present simple. وهذا in others. in others هذا اها. برافو عليك فدوى. عندك واحد الخطأ صغير ولا فدوى؟
is elected. So, دريت زين برافو عليك وما تبقى كاين اللي طبعا اللي يعطينا الجواب الصحيح. فهذا درس تاع باسي فويس إسراء، برافو. هنا بما ان هذا باسي فويس راه باين يعني اوكي نقول ماشي باين. Every 5 years كنعرفوا هذا present simple او الحاضر البسيط، وكنعرفوا عندي is electing. اوكي هنا غيبان لك البلان انه مادام استراليا على الفعل، اذا هذا عقلك خاصو يفكر مباشره في الباسيف فويس. كنعرفوا بان شفنا الحاله هذا في المره اللي فاتت، هنا فين كاين المشكل غنستخدمو يعني قاعده كتقول لي بان is او are تيكون حداها past participle. القاعده تاع الباسيف فويس خاص ضروري يكون عندي هنا the past participle اللي هو elected. غنجي غنكتب a new، غتعاود تكتب الجمله اكيد. So a new president is elected. صافي اوكي is elected every 5 years. Is elected every 5 years. واضح؟ خاصنا علاش بين؟ لا بين كتستعمليها في البريزنت كونتينيوس. بين غنستعملوها في البريزنت كونتينيوس، ولكن هذا بريزنت سيمبل العادي. رجعوا للدرس. واضحة أمينة؟ فضروري خاصكم تكونوا شفتوا معايا الدرس ديال الباسيف فويس، غيبان لكم غتفهموا سور بلاس. واش ممكن يحطوا لينا كويكت دي باسيف؟ لا سومي لا. Was place is thank you English with Khadija. فجو بونس ان انجلش ود خديجة حتى هي قناة يعني تقدروا انكم تمشيو لعندها وتشوفوا المحتوى ديالها. استفدت برافو درس واز اوكي اوكي تري بيان. ف سؤال انت عندك ان ايفري تستعمل معايا اش كنستعملوها مع البريزنت سيمبل از مع از. مايمكنش دير هنا was. was راه خاصة بال past simple. so was خاصة قلنا بال past simple. أما is فهي خاصة بال present simple. شوفوا هاد المعلومة هادي دخلوها دابا في البروسيس في دماغكم مزيانة. غنقطع اللايف ونعاود نرجع صافي. غنقطع ونعاود نرجع. بقاو تما 5 دقائق نعاود نرجع إن شاء الله.